الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 24/2/2018، ولا يزال طيران العدوان الروسي في الأجواء، ولا يزال طيران العدوان الروسي في الأجواء. طيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 24/2/2018. طيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران الحرب الروسي على مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 24/2/2018. طيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللطانة بريف حماة الشمالي، والدخان يتصاعد. 24/2/2018.